في الاربع سنوات الاخيره سجلنا 89 حاله، لكن هذه السنه الارقام راهي مخيفه وطلعت بطريقه يعني ما توقعناهاش. الى يومنا هذا سجلنا 14 حاله وفاه في السدود. هذه السنه راح نقوموا بمحاوله مع الدرك الوطني باش نكثروا من الحراسه. هناك انطلاقه اولى باش نفتحوا السدود للترفيه وللرياضه. هناك ثلاث سدود، يعني هناك اناليتي كايتي بري باش ثلاث سدود ممكن نقوموا بنشاطات فيهم، كان سد بني هارون في ميلا، سد تقصبت في تيزي وزو، وسد بوكردان في تيبازا.